جاء في الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. لو قال قائل: لا هنا نافية، فهذا نفي، والنفي لا يلزم منه النهي. على كل وردت ألفاظ هذا الحديث بالنفي وورد فيها بالنهي، ولا إشكال هنا. فيكون النفي، وهذا أسلوب من أساليب البلاغيين، وهو أن يؤتى بالنهي في صيغة النفي. من أجل ماذا؟ لأغراض. من بين هذه الأغراض تأكيد النهي على أنه واقع محتم لا خيار للمسلمين فيه.